تعالوا بسرعة نطير لكريم أحمد في الجزائر عشان يطمننا على بعثة النادي الأهلي، وأكيد حضراتكم عايزين تطمنوا. يلا بسرعة نروح لكريم أحمد زميل العزيز. كريم أهلا بيك. مساء الخير عليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده طبعا تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي ومتابعتنا لفريق النادي الاهلي شبيبه الثوره الجزائري والنادي الاهلي المصري يوم الجمعه في تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت القاهره. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، عندنا ظروف صعبه اكيد انت عارف يا كابتن ميدو، الاصابات والغيابات وايضا كمان يمكن رحله شاقه وطويله استغرقت عدد ساعات كبير جدا، لكن مجرد وصولنا فندق الاقامه كان في محاضرات وجلسات مع لعيبه النادي الاهلي اللي خلاص بقى بكل التركيز الاهم والكبير في هذه المباراه. لو برجع معاك يا كابتن ميدو، امس كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في ملعب 20 اغسطس اللي هيستقبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه، وتاكيدا طبعا على اللوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي، انت عارف بيكون 48 ساعه او اما بيكون النادي الاهلي متواجد في هذه المباراه وبيكون ترتان او نجيل صناعي، اللوائح طبعا بتقول او بتنص ان النادي الاهلي ليه تدريبين على هذا الملعب الرئيسي اللي هيخوض عليه النادي الاهلي هذه المباراه، وتمسك كبير جدا بالكابتن سيد عبد الحفيظ لهذه النقطه بالتحديد. يمكن كان في بعض الامور الخاصه بان يكون تدريب وحيد للنادي الاهلي على ملعب والتدريب اخر الاخير والاساسي على هذا الملعب 20 اغسطس اللي بيسع ل 15000 20000 مشجع هيكونوا متواجدين بشكل كبير جدا، هيكون في مسانده جماهيريه كبيره من محبي وجمهور نادي شبيب الرضيع للثوره، واكيد طبعا كنا متواجدين بصحبه رئيس النادي او مالك النادي محمد زرواتي كان متواجد امس معانا في التدريب مع المهندس خالد رندالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان حمليلي مامون رئيس مجلس الاداره. اكيد طبعا الملعب ملعب جيد، يمكن اتكلمت مع كابتن طارق سليمان الكابتن سامي قالوا يمكن النجيل عامه ما بيكون فيه النجيل الصناعي بيبقى قصير بتبقى متعبه بشكل كبير، لكن الملعب جيد. لكن يمكن وليد سليمان هو الحاله الوحيده اللي حابين نتكلم عليها في البدايه طبعا بالنسبه للامور الفنيه الخاصه بهذه المباراه، كان في تفضيل كبير ان وليد سليمان ما يشاركش في تدريب بالامس نظرا لشكوى وليد بشكل مستمر ان في اي ترتان او نجيل صناعي بتاثر عليه بشكل كبير، فكان في تفضيل مهم جدا من طبيب النادي الاهلي والجهاز الفني على ان يشارك وليد سليمان في تدريب اليوم وهو التدريب الاخير والرئيسي ايضا كمان لفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 8 وهو توقيت المباراه بتوقيت الجزائر. لكن بيسبق هذا التدريب وهو مؤتمر صحفي بحضور مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وكابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي، في اهتمام كبير من الاعلام الجزائري بهذه المباراه، هيكون في اسئله اكيد ستوجه لمستر مارتن وايضا كمان شريف اكرامي على الطقس. طبعا هنا يمكن اتكلمنا عليه اكثر من مره، بروده شديده جدا بالليل، درجه الحراره بتبقى قليله جدا، لكن انت عارف يا كابتن ميدو انت احد نجوم النادي الاهلي في جري كتير في النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ما بيحسش باي تعب، اكيد اثيوبيا او الجابون او الكاميرون بيبقى بنرتفع بشكل كبير جدا على سطح الارض فبيبقى في رطوبه وايضا كمان بيبقى في تنفس بيبقى صعب، لكن ان شاء الله باذن الله الاجواء دي فنيا تساعد النادي الاهلي على هذه المباراه، وباذن الله نعود بثلاث نقاط مهمين جدا بناكد على البدايه باذن الله تكون موفقه. مباراه فيتا كلوب ادينا اداء مميز بحضور الجمهور اللي كان ليه دفعه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله النهارده ايضا كمان النتيجه الايجابيه مطلوبه وايضا كمان الحفاظ ان ما يخشش فينا اهداف، ده امر مهم جدا بيتكلم عليه بشكل مستمر كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي مع مستر مارتن، لان اكيد انت يخش فيه جون بتبقى الامور اصعب شويه مع فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه يوم الجمعه باذن الله. كمان الجو العام يكون كويس لفريق النادي الاهلي، هي المباراه بالليل فاكيد هتبقى في بروده زي ما قلنا، لكن ان شاء الله الجو العام باذن الله يكون في مصلحه النادي الاهلي، وباذن الله كابتن ميدو ان شاء الله نكون متابعين معاكم لحظه بلحظه مع فريقنا فريق النادي الاهلي سواء في التدريبات المؤتمر الصحفي، وايضا كمان امس هيكون يوم شاق وطويل على اللاعبين باذن الله لان هيبقى في رحله عوده كبيره جدا هنتكلم عليها بعدين. دي كانت الاجواء حتى هذه اللحظه يا كابتن ميدو، كالعاده ان شاء الله نكون مستمرين معاك او مع كابتن اسلام الشاطر من خلال ملعب الاهلي ومعاك ايضا كمان يا كابتن ميدو من خلال الاهلي الليله، عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا كريم، ودايما متميز في تغطيتك المميزه لكل المباريات الخارجيه للنادي الاهلي وايضا الداخليه كمان. شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد.